مساء الخير. بجولة Property Yours اليوم رح نتعرف على كافية أنواع العقارات المتوفرة بلبنان، منشاء سكنية، مكاتب، فلل وأقسام تجارية مختلفة. خلينا نتابع سوا شو محضرنا فريق العمل اليوم، خليكن معنا. أجلتون سان جورج بروجكت فرز أراضي للسكن بيمتد على مساحة أرض 46665 متر مربع، موقعه بأجلتون على ارتفاع 700 متر من سطح البحر وطقس معتدل بالصيف والشتاء. جيتد بروجكت آمن مع مدخل خاص وطرقات ومساحات خضراء داخلية بالإضافة لبلاي جراوند وأمفي ثياتر. مشروع إيكو فريندلي ومصمم بشكل مدروس وبعيد دقائق عن الطريق الرئيسي. مساحة الأراضي للبيع داخل المشروع 2000 متر مربع وما فوق، والمميز إمكانية المالك من اختيار عدد الفيلاز المتراوحة بين 1 و 3 يلي بيريد إنشائها داخل أرضه مع الالتزام بالمعايير المشتركة المعتمدة. عجلتون سان جورج ريزيدنشال بروجكت ببرايم لوكيشن، موقعه بين البحر ومراكز التزلج وقريب من أهم المراكز الطبية والترفيهية والتجارية بالمنطقة. أما التسليم بأواخر 2018. ريزيدنس 858 تاور جاهز للسكن بالأشرفية بمنطقة استراتيجية وحيوية قريبة من أهم مراكز التسوق والترفيه والخدمات. مألف التاور من 14 طابق للسكن وثلاثة underground floors للباركينج والستورج. أول قسم من الأبارتمنتس شقة وحدة بالطابق مساحتهم 233 متر مربع. أما القسم الثاني شقتين بالطابق والمساحات بين 96 و 137 متر مربع. عدد الشقق 23 وبس عدد قليل available للبيع. أبارتمنت مصممة بأحدث التقنيات ومأمن فيها air conditioning و heating system, double walls, fire alarm system و 2 elevators بالإضافة ل 2 private generators. أما بالداخل رخام أوروبي و high-end bathrooms و kitchens. ريزيدنس 858 ريزيدنشال تاور بالأشرفية، تحديداً شارع شارل مالك، كاشف على فيو المدينة والبحر. لكجري انتيريورز بالإضافة لمعايير عالية بالعمار. رينج 200 تاور سكني، موقعه استراتيجي ببيروت بيطل على حديقة جبران والأسكوا وعلى بعد 10 دقائق من المطار. بانوراميك فيو على البحر والمدينة والجبال. مؤلف من 11 طابق وشقة واحدة بالطابق. مساحات الأبارتمنت 230 متر مربع، بيتضمنوا 2 صالون داينينج و 3 ماستر بيدرومز. 9 أبارتمنت افيلبل للبيع وجاهزين للسكن واندرجراوند باركينج لكل الشقق. من أهم المواصفات الداخلية رخام إيطالي، كيتشنز وباثرومز أوروبية، هيتينج وإير كونديشنينج سيستم بالإضافة لبولت وساوند بروف جليزينج. رينج 200 تاور جاهز للسكن بوسط بيروت، تحديداً شارع فؤاد شهاب، مساحات خضراء بالطابق الأرضي بالإضافة لسيكوريتي مأمنة. أبراج بروجكت سكني ضخم بجنوب لبنان، تحديداً مدينة صور، بيتميز بفيو بحر ومساحة خضراء حول المشروع. 9 بلوكس، كل بلوك مؤلف من بنايتين وكل بناية مؤلفة من 8، 10 أو 12 طابق. بعض الأبارتمنت شقتين بالطابق، أما البعض الآخر 4 شقق بالطابق كلهم سامبلكس. مشروع قريب من أهم المراكز والمدارس بالمدينة، قسم under construction وقسم بمرحلة الفينيشينج. أبارتمنتس 115 متر مربع مع 2 bedrooms و 147 متر مربع مع 3 bedrooms. معايير عالية بالعمار وخدمات عديدة مأمنة، من أهمهم
سولار باور، دبل جليزنج وانسوليشن سيستم، بالإضافة لجاردنز، باسكت كورت وبلاينج أريا داخل المشروع. أبراج بعيد 10 دقائق من مدينة سور، 140 أبارتمنت من أصل 350 أفيلبل للبيع مع سي فيو وغاردن فيو وباركينج مأمن. أول قسم من البروجيكت بيتسلم بال 2018. I've been lost and I've been broken. I've been down the border hoping I'm still reaching for the sun. فتأ فيليج 222 مشروع خاص للسكن بمرحلة الكونستراكشن بمنطقة كسروين، تحديدا فتأ، قريب دقائق من الطريق العام وكاشف على بانوراميك فيو. مؤلف المشروع من 25 فيلا، 13 أفيلبل للبيع. فيلا التريبلكس، جراوند فلور مخصص لباركينج أربع سيارات مع درايفرز روم، أما الطابق الأول والثاني للسكن. كل فيلا تريبلكس مساحتها 500 متر مربع وتابع لها جاردن ابتداءً من 70 متر مربع. هاي اند انتيريورز بيتضمنوا برايفت اليفيتر، رخام بالصالونات مع جيبسون بورد ديزاين، شوفاج وبلت ان اي سي، ثلاث غرف نوم ماستر مع تيراس، بالإضافة لستارج روم. فتأ فيليج 222 بروجكت سكني بجيتد كوميونيتي مع سكيورتي مأمنة ومدخل خاص، حالياً بآخر مراحل الفينيشينج. 13 فيلا أفيلابل للبيع والتسليم بصيف 2017. إمكانية التقسيط لمدة 360 شهر والسعر 1500 دولار بالمتر. أكد رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة بمصر بأنه تم تنفيذ أربع قرارات بإزالة التعديات على مساحة 244 فدان، كما تم تنفيذ إزالة فورية للتعديات على مساحة 10 أفدنة أخرى ليكون إجمال ما تم استرداده 254 فدان. وشدد على استمرار جهاز المدينة بحملات الإزالة لجميع التعديات بالمدينة. هيدا كانت حلقتنا لليوم، أنواع كثيرة ومواصفات عديدة عن العقارات ناطرتكن بحلقتنا بكرة. ما تنسوا تتابعونا وترسونا على بريدنا الإلكتروني info@propertyyours.com، كما فيكن تتصلوا فينا على الرقم اللي عم بيظهر على الشاشة. أيضا لكافية المعلومات حول العقارات المطروحة للبيع ضمن برنامجنا زوروا propertyyours.com وصفحتنا على الفيسبوك. كل حلقاتنا ترجعوا تحضروها على mtv.com.lb/programs. أنا بلاقيكم بحلقة بكرة بنفس الوقت مع مزيد من العقارات والأخبار العقارية. خليكم على الموعد. Thank you.